خلاص. طب إذا قلت لك الأستاذ الكبير أحمد فرحات يقدم لنا حاجة في نهاية البرنامج. ني حاضر. أنا كنت زمان في سعر قلبك بعمل بندق في سعر قلبك، فسعر قلبك كان برنامج إذاعي شهير زمان يعني. فقالوا لي أنت اعمل ستاند أب كوميدي، هيطلع لوحدك، اعمل سكتش لوحدك، بندق وأمه. قلت لهم كان الأستاذ أنور عبد الله المؤلف وفهم عمر المسؤول في الإذاعة، فعملت السكتش ده لوحدي. أقول حتة منه؟ يلا. الأم بقى بتقول لي إيه؟ يا واد يا واد يا واد يا بندو. نعم يا ماما. أنت رحت المدرسة النهاردة يا منيل على عينك؟ رحت المدرسة النهاردة؟ أمال إيه؟ رحت المدرسة. طب أخدت إيه هناك يا ولد؟ أخدت أخدت البنات اللي فيها بالحوض. بالحوض؟ ليه يا واد؟ تقعد البنات؟ ليه يا ماما؟ مش لازم حضانه، في حضانه البنات، وهكذا. يسلم هتم. شكرا لك احمد. احمد عبالك نشوف الناس شو عم بيقولوا عنك.